وللمزيد معنا من بغداد الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية، أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية، هل يمكن أن تقدم زيارة العبادي والوفد الحكومي المرافق له شيء للبصرة حيال مشاكلها؟ حياك الله وحيا القناة وحيا المشاهدين الكرام. حياك وبياك. حقيقة الأمر والصراع المتصاعد ما بين الطرفين قد يبدو شيء معين من هذا الشيء، أي قد يقدم شيء ما عبادي عند زيارته هذه، ولكن هل سوف يحل مشاكل البصرة عموما؟ هل سيقوى على أن يوصل ما يحدد للبصرة حقيقة؟ وهل يمكن تجاوز الفساد؟ الجواب لا، لأكثر من سبب. أولا لتشري الفساد، ثانيا الخصوم الآن في البصرة قد لا يسمحون لعبادي أن يذهب ويستغل ويستثمر حالة البصرة لكي يبدو كأنما هو بطل في الساحة البصرية، وبالتالي أتوقع الأمور تأخذ مجرى تضادي بيني، سيعجز عبادي حتى إذا ما قرر أن يقدم شيئا ما للبصرة. ألم يقم حيدر العبادي في وقت سابق بزيارة إلى المحافظة وبعدها ازدادت الأوضاع سوءا؟ برأيكم كيف ستنعكس هذه الزيارة على الشارع البصري؟ هو سبق وأن زار البصرة وقد وقع في مأزق، حتى أن أخرجوه من الباب الخلفية لفندق الشيراتون اللي كان ساكن فيه، وبالتالي كانت معقدة الأمور جدا. الآن بعد عملية تصاعد التظاهرات، وحقيقة الأمر بعد عملية الاعتداءات أو اللي حصلت على الأحزاب ونزول القوى السياسية بكتلها العسكرية إلى الساحة البصرية، أصبح الأمر يأخذ مدى آخر. لذلك إلى حد معين قد يبدو أنه مقبول زيارته، ولكن كما قلنا بعدا ستظهر الأمور عكس ما يتمنى عبادي، أي هناك سيكون رفض لأن الظرف قد لا يأتي بشيء إيجابي إذا ما انتظرنا أيام غير قادمة. من الناحية السياسية، بعد جلسة البرلمان وما رافقها من تبادل اتهامات، لماذا استثمرت أزمة البصرة بهذا الشكل أو استثمرت في البرلمان؟ بالتأكيد استثمرت. أولاً الاجتماع الذي حصل هو كفيل بإنهاء العملية السياسية برمتها وليس بحل قضية البصرة، لأنه أساساً هو اجتماع غير دستوري بالمرة، وأبقى جلسة مفتوحة بهذه الآلية يدورها ما يسمى بالرئيس الأكبر سناً يقرأ على رئيس السن، هي لا دستورية، ينبغي أن تلغى حتى العملية برمتها وسيما البرلمانية على هذه الدورة لأن لا دستورية. ولكن الذي وصل إلى حد على ما يبدو أن الشارع البصري استنفذ كل أدوات العسكرية سميها أو القشرية على مؤسسات الدولة، حرق جميعا، لم يبقى له شيء آخر، بقى إلا أنه يتحرك باتجاه محافظات أخرى، وهذا خطوة غير موجودة، وبالتالي قد أعطى كل ما لديه الشارع البصري من سلوك عنف اتجاه الحكومة. الآن أتوقع هي عملية نوع من الحكمة لدى إدارة التظاهرة، سيما أولئك الذين يقودونها قيادة وطنية، أن لا تؤخذ الأمور كما تؤخذ الآن إعلاميا أن من قبل القوى السياسية المتنفذة أن هناك أيادي خفية وكذا من الموضوع. اثنين، طالما نزلت الميليشيات إلى الشارع وأنها رسميا، الأمور قد تأخذ بمنحى صعب، وبالتالي التهدئة النسبية مطلوبة، ولكن أتوقع سرعان ما تعود التظاهرات إلى ما كان عليها. برأيكم يعني قرارات حيدر العبادي التي سيتخذها أو التي اتخذها، إن كانت إقالة بعض القادة من مناصبهم أو بعض التغييرات الإدارية في المحافظة، هل هذا الأمر سيرضي الشارع البصري والمواطنين هناك، أم أن المواطنين في البصرة يطالبون بشيء لا يقدر عليه حيدر العبادي؟ بالتأكيد أولا يقدر على شيء حقيقة من حيدر العبادي. أولا القوى السياسية أو المسؤولين في البصرة ليس بإمكان بشكل عام إقالتهم، لأن الغالبية كما هو موجود في هذا الدستور الهرم أنهم منتخبون انتخابا. واحد، اثنين، أن القوى السياسية التي يحتمي بها الموظفون في البصرة لا تسمح لعبادي أن يذهب باتجاه إقالتهم، لأن هناك خسارة كبرى في الموضوع. الشيء الآخر، أن عبادي حصرا الفساد غير قادر على احتوائه، والأموال حقيقة الأمر غير متيسرة واقع الحال، ثم أن البصرة ليس بالضرورة خرج جميعها لأجل مجرد الخدمات، لا،
هناك مطالب بصريه باتجاه تغيير العمليه السياسيه التي اساءت البصره واساس العراق والتي اساءت لكل حاضر العراق ومستقبله، وبالتالي الترقيع الامور واعطاء بعض الخدمات وان كانت مهمه لكن هي كل اطراف التظاهر، واتوقع الامور ستسري باتجاه المزيد من الحركه عندما يثبت فشل عبادي في اداره الازمه وفي استثمارها. نعم استاذ العلوم السياسيه الدكتور قحطان الخفاجي كنت معنا، شكرا جزيلا لك.